لم يعرف حدوداً، وامتدت آثار غضبه إلى أرجاء كوكب الأرض. إنه التغير المناخي الذي كشف عن قسوة الطبيعة في مواجهة ممارسات البشر بحقه. فشهد هذا العام موجة حر غير مسبوقة نتيجة تأثيرات الاحتباس الحراري، حيث اندلعت عشرات الحرائق متجاوزة أعداد السنوات السابقة، من سيبيريا شرقاً إلى بوليفيا وولاية كاليفورنيا الأمريكية، مروراً بالجزائر وتونس في شمال إفريقيا، إيطاليا وتركيا واليونان في أوروبا. الساحل الغربي للولايات المتحدة كذلك شهد حرائق غابات اجتاحت أكثر من 2.5 مليون فدان بكاليفورنيا، أعقبه إعصار حاملا معه كمية قياسية من الأمطار، أسفرت عن أضرار هائلة بالبنى التحتية. ولم يكن نصيب الساحل الشرقي بالأقل، خاصة محيط العاصمة واشنطن، إذ تعرضت لموجة فيضانات هي الأكبر خلال 20 عاما الماضية. وفي كندا لم يكن الوضع أفضل حالا، حيث تعرضت مقاطعة بريتش كولومبيا لفيضانات دمرت جانبا كبيرا من البنية التحتية. كذلك شهدت الصين موجة فيضانات هي الأشد منذ سنوات، أسفرت عن تضرر نحو 60 مليون شخص ووفاة وفقدان نحو 600 شخصا. ولم تخلو سجلات عام 2021 من ثوران البراكين، كان أبرزها بركان إتنا في إيطاليا الذي سجل عشرات الانفجارات، مما أدى لإغلاق مطار كاتانيا بفعل أعمدة الدخان التي بلغ ارتفاعها 700 متر. أما إسبانيا فشهدت ثوران بركان لا بالما الذي تسبب في إجلاء الآلاف بالمنطقة المحيطة، أعقبها ازدياد النشاط الزلزالي البركاني في جزيرة لا بالما بكاملها. ومع ما شهده الكوكب من كوارث طبيعية، تواصلت المطالبات بضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتوجه نحو المبادرات الخضراء، ليأتي ميثاق جلاسكو للمناخ الذي تبنته 197 دولة في نوفمبر خلال مؤتمر كوب 26 حاملا الأمل الأخير، عبر اعتراف دولي للمرة الأولى بأن الوقود الأحفوري هو السبب الأساسي في ارتفاع حرارة الأرض، واتفاق البلدان المشاركة على آلية لحصر انبعاثات الغازات الدفيئة في حدود هدف اتفاقية باريس لعام 2030 درجة ونصف الدرجة المئوية. كما تعهد ميثاق كوب 26 بمضاعفة الأموال الممنوحة للدول الضعيفة للتكيف مع التغير المناخي بحلول 2025، وستبقى هذه التعهدات محط الأنظار حتى كوب 27، مع اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ ممثلا عن قارة إفريقيا.